السلام عليكم. هنتكلم في محاضرة النهاردة على الفريش كونكريت أو خصائص الخرسانة الطازجة. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مكونات الخرسانة وقلنا هي عبارة عن أجريجيت وكام، وبيتصنف إلى فاين أجريجيت زي الرمل أو كورس أجريجيت زي الجرافل أو الكراشد ستون. بضيف عليه كمية معينة من الأسمنت الباودر، والأسمنت ده زي ما احنا عارفين إنه ملوش أي سترينث غير لما يتفاعل مع المية، فبيكون لي السيمنت بيست، وبعد كده يكون لي المادة الصلدة اللي ليها سترينث عالي وليها بوند يربط لي حبيبات الركام مع بعضها. في بعض الأحيان بضطر إن أنا أضيف كمية من الإضافات لتحسين أو لتغيير بعض خصائص الخرسانة، زي إن أنا أقلل الـ initial set time، بقلل زمن الشكل الابتدائي أو بأخر زمن الشكل الابتدائي، أقلل درجة الحرارة أو أزود درجة الحرارة، أقلل كمية المية فأحصل على ترانس معين. طيب، صنفنا الخرسانة اللي عندنا أو مراحل الخرسانة لثلاث مراحل. في عندي الفريش ستيت، في عندي جرين ستيت، في هاردنت ستيت. طيب، إيه هي الخرسانة الطازجة أو الفريش كونكريت؟ هي الخرسانة من بداية وضع المية على الأسمنت لحد ما أوصل للإنيشال سيت أو الشك الابتدائي. وطبعا الخصائص الفريش كونكريت مهمة جدا لنقل وحركة وخلط الخرسانة اللي عندي. الهاردنت كونكريت، الخرسانة المتصلدة، بطلقها على الخرسانة بعد ما بتوصل للفاينل سيت أو الشك النهائي اللي هتبتدي فيه تشيل كمية أو نسبة من الأحمال. وطبعا الهاردنت بروبرتيز للخرسانة مهمة جدا أثناء ديزاين المنشأ اللي عندي، بلس الديابيلتي للخرسانة اللي عندي. طيب، ما بين الفريش ستيت للهاردنت ستيت في مرحلة بنسميها الجرين كونكريت أو الخرسانة الخضراء، ودي تعتبر المرحلة ما بين الانيشال سيت والفاينل سيت أو زمن الشك الابتدائي بعد ما أوصل له لحد ما أوصل لزمن الشك النهائي. تعال نقسم أو نشوف محاضرتنا النهاردة هنتكلم فيها على الفريش كونكريت بروبرتيز، والمحاضرة اللي جاية هنتكلم على الهاردنت كونكريت بروبرتيز. في الفريش كونكريت بروبرتيز هنتكلم على الوركابيلتي، قابلية الخرسانة للتشغيل، السلام بلس الفقد في الهبوط، السيجريجيشن الانفصال الحبيبي، وهنتكلم على البليدنج النزيف، هنتكلم على السيتنج والهاردنج للكونكريت، شك وتصلب الخرسانة، هنتكلم على البلاستيك شرينكج أو الانكماش اللدني. في المحاضرة اللي جاية هنتكلم على خصائص الخرسانة المتصلدة، هنتكلم فيها على السترينث، مقاومة الأحمال سواء كانت في الكمبريشن أو في التنشن أو في الفليكتشر أو البوند بينها وبين حديد التسليح، هنتكلم على الدايمنشنال تشينجز، التغير البعدي أو التغير الحجمي، وهنتكلم على الديابيليتي أو متانة الخرسانة مع الزمن. طيب، لو جينا نتكلم على أول خاصية من خصائص الفريش كونكريت هنتكلم على الوركابيلتي أو قابلية التشغيل. إيه هي قابلية التشغيل؟ هي إمكانية خلط ونقل وصب وتسوية أو صب ودمج وتسوية الخرسانة من غير ما يحصل عندي أي مشاكل. إيه اللي بيميز الوركابيلتي؟ ثلاث نقط مهمين جدا، الكونسيستنسي والموبيليتي والكومباكتبيليتي، القوام وإمكانية النقل وإمكانية الدمج. لو جينا نتكلم على أول خاصية القوام الكونسيستنسي، فهي يعتبر مقياس لمدى رطوبة الخرسانة أو مدى سيولة الخرسانة. لو الخرسانة عندي سايلة جدا مش هعرف أنقلها، ولو ناشفة جدا مش هعرف أصبها. الموبيليتي إمكانية الحركة من الخلاطة، لو أنا بخلط في محطة خلط أو بخلط بخلاطة نحلة أو بخلط على الأرض مانيوال، يبقى إمكانية نقلها من مكان الخلط لحد ما أملى بيها الفورم وورك بتاعتي. الكومباكتبيليتي هي عملية الدمج للخرسانة، اللي هي أقدر أتخلص من أكبر فراغات أو أكتر كمية من الفراغات اللي موجودة في الخرسانة من غير ما يحصل عندي مشكلة، ودي دايما بنستخدم لها فايبريتور أو هزاز يتحط في الخرسانة لمدة معينة.
لحد ما يشيل كل الهواء المحبوس. عشان أتأكد إن الخرسانة اللي عندي ليها قوام أو كابلتي مناسبة، بستخدم لها السلامب تيست أو اختبار الهبوط. يبقى السلامب تيست هي وسيلة لدراسة مدى قوام أو الكونسستنسي للفريش كونكريت. طبعا الاختبار اللي هنعمله ده ما ينفعش بالنسبة الخرسانة الجافة جدا أو الفيري دراي، أو الخرسانة السائلة جدا اللي هي الفيري ويت. الخرسانة بتاعتها لازم تكون ميديم. طيب لو الخرسانة عندي فيري ويت، في اختبارات تانية بنعملها. الاختبار ببساطة شديدة هو عبارة عن كون شكل مخروطي، قطر من فوق 10 سنتي ومن تحت 20 سنتي وارتفاعه 30 سنتي. بمسك الكون ده أثبته على الأرض على ستيل بليت أفقي، وأبتدي أملاه شوية بشوية، هملاه تلت الارتفاع أو 10 سنتي، وهجيب قضيب الدمج القياسي الستاندرد دروب، وأبتدي أخبط الخرسانة 25 خبطة عشان أشيل كل الهواء المحبوس جوه. بعمل عملية الكومباكشن أو عملية الدمج. خلصت أول لير، أبتدي أزود الخرسانة لحد ما أوصل ل 20 سنتي. مليت اللير التانية، دمجتها من خلال نفس القضيب، خبطت عليه 25 مرة، وبعد كده مليت بقية الكون لحد النهاية ودمجت الخرسانة نفس القضيب 25 مرة. هساوي سطح الخرسانة اللي عندي، أبتدي أرفع الكون واحدة واحدة في الاتجاه الفيرتيكال. أدي شكل الكون وهو مليان خط الدوتد. بعد ما رفعته وشلته خالص، طبيعي الخرسانة اللي عندي هيبتدي يحصل فيها deformation، الارتفاع هيبتدي يقل وقطرها هيزيد. طيب في عندي 3 أشكال لانهيار الخرسانة. في الشكل الأولاني اللي هو بنسميه true slump، الهبوط الحقيقي، وهتلاقي العينة ارتفاعها بيقل وقطرها بيزيد، أو يحصل كولابس للخرسانة، وده بيحصل للخرسانة السايلة فعشان كده مينفعش للفيري ويت كونكريت، أو يحصل شير سلامب. تلاقي الخرسانة اللي عندك نازلة بطريقة عشوائية، ولو حصل failure نتيجة الشير سلامب لازم الاختبار يتعاد مرة تانية، لأن في الغالب ده بيكون بسبب العامل اللي دمج الخرسانة واللي رفع الكود. ده شكل السلامب تيست، ده المخروط اللي كنا بنتكلم عليه. بعد ما الراجل رفع المخروط حطه جنب العينة عشان وماسك المتر أهو عشان يقيس كمية الهبوط أو مقدار الهبوط اللي حصل في الخرسانة قد إيه. طبعا الصورة اللي على اليمين بتبين إن الخرسانة عندي كانت سايلة جدا، فالهبوط اللي عندي فوق 25 سنتي وشكل الخرسانة غير. دي برضه صورة تانية بتبين مراحل الاختبار. أدي العامل أهو ماسك الخرسانة بيدخلها جوه الكون، بعد ما رفعها قلب الكون وحط القضيب الدمج القياسي كليفل أو شيء أفقي يقدر يقيس من خلاله. طبعا الخرسانة اللي هنا واضح إن هي الكونسيستنس بتاعتها very wet، أما بالنسبة للخرسانة هنا واضح إن الكونسيستنس ليها very stiff. وزي ما اتكلمت من شوية إن لو حصل عندي شلير سلام لازم الاختبار يتعاد مرة تانية، لأن ده بيرجع دايما لمشكلة في الاختبار. هو أنا محتاج سلام بقد إيه؟ قالك على حسب أنت هتصب إيه. يعني لو عندك خرسانة كتلية الماسيف كونكريت مفيهاش حديد خالص زي خرسانة السدود، ففي الحالة دي السلامب عندك ممكن يكون قليل، الكونسستنسي اللي انت محتاجها ممكن تكون ستيف خاصة انها ناشفة، مش فارقة معاك ان تكون سايلة، فالسلامب بيبقى من 25 لـ50 ملي. لو عندي حديد نسبته معقولة وهستخدم فايبريتور زي الأسقف، الأعمدة، الكاميرات، في الحالة دي السلامب بيبقى في حدود من 50 لـ125، وده بنسميه بلاستيك كونسستنسي، قوام ندل. لو انا هصب بخرسانة فيها نسبة حديد عالية جدا زي خرسانة الكباري، او هصب الخرسانة باستخدام البامب،
فطبعا عشان أقلل الباور اللي أنا محتاجه فهضطر نستخدم خرسانة ويت أو ممكن تكون فيري ويت، consistency ليها رطبة جدا أو سائلة جدا، وفي الحالة دي القوام بيبقى من 125 لحد 200. ده الجدول ده اللي موجود في الكود المصري، صنفها لك قال لك لو عندك خرسانة كتلية أو هستخدم بلانك ميكانيكي هستخدم الفايبريتور الهزاز يبقى الهبوط المسموح من 25 ل 50 وهكذا على حسب نسبة التسليح اللي عندي، بالإضافة إلى أنا بحتاج دايما أو قابلية التشغيل بتتوقف على زي ما قلنا كثافة الأسياخ، أبعاد القطاع، لو قطاع الخرسانة اللي عندي ضيق كما اللي عندي كله 12 سنتي فأنا محتاج خرسانة تكون سايلة عشان تجي جوه الفورم ورك، على غير لو بصب بلاطة فلات سلاب ممكن الخرسانة تبقى ناشفة شوية، لو بستخدم فورم حديد فورم ورك اللي عندي حديد فهي متمتصش مية الخلط، لكن لو هستخدم فورم خشب فهي بتمتص مية الخلط فمحتاج مية زيادة شوية في الخرسانة اللي عندي. قلنا لو قلنا برضو إن الوركابيلتي بتتوقف على المعدات، لو هستخدم البامب يبقى محتاج يكون الخرسانة بتاعتي ليها قوام عالي شوية، على غير لو أنا هصبها بالبراويطة أو الأيوانة بحتاجها تكون ناشفة شوية عشان ما تتضايقش من العامل وهو شغال. تعال نتكلم على العوامل اللي بتأثر على الوركابيلتي للخرسانة في الفيرست ستيت. عندي نسبة المية أو نسبة الأسمنت ونسبة الركام للأسمنت، وفي عندي نوع وخصائص الركام المستخدم ووجود بعض الإضافات اللي هحطها في الخرسانة أثناء الخلط. طب أول حاجة بالنسبة للمية، طبيعي إن كل ما تزود المية في الخرسانة اللي عندك سيولة الخرسانة بتزيد، يبقى الوركبيلتي بتاعتي بتزيد. وتخلي بالك إن دايما لما بنتكلم على محتوى المية لازم بننسبه لكمية الأسمنت. طيب تأثير نعومة الأسمنت على السلامب إيه؟ تعال نفترض إن أنا حطيت نفس كمية السمنت سمنت كونتنت ونفس كمية الووتر تو سمنت ريشيو، لكن بدأت أزود النعومة للأسمنت، إيه اللي هيحصل؟ والحبيبات لما بتصغر معناها إن كمية المية اللي هتغلفها أو اللي هتمتص بواسطة الحبيبات هتبقى أعلى، يبقى أنا حطيت كمية مية عشان الخلط والسلامب يزيد، جه الأسمنت امتص شوية نتيجة السيرفس تنشن، وبالتالي السلامب هيبتدي يقل مرة تانية. طيب بالنسبة لتأثير كمية الركام اللي موجودة على السلامب أو الركابيلتي، لو أنا فرضت إن أنا ثبت كمية المية للأسمنت، كل ما أجي أزود كمية الركام في الخلطة الخرسانية اللي عندي بنفس محتوى الأسمنت اللي موجود، طبيعي إن الوركابيلتي أو السلامب بيقل. ليه؟ عشان كمية المية كنسبة من المساحة المساحة السطحية للحبيبات بتبتدي تقل، يعني المية بتمتص أكتر من خلال الحبيبات اللي بحطها، وبالتالي السلامب بيقل. طيب تعالى نتكلم على تأثير شكل حبيبات الركام اللي عندي على قوام الحصان. لو جينا نتكلم على السايز، طيب أنا كل ما أزود حبيبات معناها إن السيرفيس أريا بيقل، وبالتالي كمية المية اللي هتنجذب للحبيبات هتقل، وبالتالي الفري ووتر اللي موجودة جوه الخرسانة هتزيد فالإسلام بيزيد، يبقى استخدم حبيبات قليلة هتمتص المية فالإسلام بيقل، استخدم حبيبات كبيرة السيرفيس أريا ليها قليل فمش هتمتص مية كتير أو مش هتجذب مية كتير، بلاش نقول تمتص نقول إن هي بتجذب مية كتير نتيجة السيرفيس تنشن، وبالتالي الإسلام هيزيد مرة تانية. طيب بالنسبة لشكل الحبيبات، طبيعي الأنجلر أو الركام الزاوي صعب التشغيل عن الركام السموث أو الناعم زي الزلط، وبالتالي لازم أزود كمية مية في حالة استخدام الركام الزاوي عشان أزود الوركابيلتي مرة تانية. لو جينا نتكلم على علاقة الزمن مع السلامب أو اللوس أوف وركابيلتي، طبيعي إن كل ما الوقت بيعدي من زمن الخلط الوركابيلتي بتاعتي بتقل. طيب لو حبينا نعرف السبب إيه،
أكيد أنا حطيت المية على الأسمنت، في عندي مركبين بيتفاعلوا بسرعة جدا الـ C3S والـ C3A، وبالتالي أول ما يتفاعلوا الخرسانة تبتدي تنشف، بلس إن هما بيستهلكوا جزء من مية الخلط، فسيولة الخرسانة تقل. بالإضافة نتيجة إن التفاعل ده سريع فبيتولد عندي حرارة للإماهة، حرارة التفاعل. حرارة التفاعل دي بتساعد على الـ water evaporation أو تبخر المية، فالقوام الخرسانة يبتدي يزيد، أو سوري القوام يبتدي ينشف، فالمركبات ترجع تقل مرة تانية. طبعا عشان تقلل تأثير النقص في السلامب أو الركابيلتي، أحيانا بتضطر إنك تزود كمية من المية، ودي بتبقى مرفوضة. ليه؟ لأن المية بتتبخر بعد كده بتسيب مكانها فراغات فبتضعف في الخرسانة، فأضطر إن أنا أحط أقلل كمية المية وأحط إضافات تانية تحسن لي القوام أو تزود لي الركابيلتي للخرسانة بتاعتي. في عندنا نوعين من الانفصال الحبيبي، يا إما زي ما قلنا من شوية الحبيبات الكبيرة هي اللي بتترسب لوحدها، أو بيحصل حاجة بنسميها bleeding of concrete أو نزيف الخرسانة، ألاقي المية مع كمية من الأسمنت هي اللي بتبتدي تتحرك وتطلع في مكان تاني، وبالأخص بتطلع دايما عند سطح الخرسانة. إيه هي أسباب السجريجيشن؟ أول سبب عندنا الـ rotting of concrete during transportation، عملية الاهتزاز الشديد للخرسانة أثناء النقل. ممكن لو أنا بصب الخرسانة من ارتفاع عالي، فالحبيبات اللي وزنها تقيل أو اللي حجمها كبير بتمتص أو بتكتسب إنرجي عالية، فبتنزل أسرع من الحبيبات الصغيرة، فتخلي الخرسانة عندي غير متجانسة، أو إن أنا أسيب الفايبريتور جوه الخرسانة أثناء عملية الكونفكشن أو عملية الدمب مدة طويلة، فيبتدي يحصل الانفصال الحبيبي. طيب هل الانفصال الحبيبي بيأثر على خصائص الخرسانة المنصدرة؟ أكيد طبعا، ما دام الخرسانة غير متجانسة وبالتالي الاسترنس اللي عندي هيقل، وما دام الاسترنس هيقل يبقى أكيد الديورابيلتي أو المقاومة مع الزمن هتبتدي تقل مرة تانية. الخاصية الأخيرة في الفريش كونكريت اللي هي البلاستيك شرينكج أو الانكماش اللدني، لو طلعت أي سقف مصبوب بالذات في الصيف وطلعت بص على سطح الخرسانة هتلاقي فيه كمية كبيرة من الكراكس اللي موجودة، طيب دي بنسميها البلاستيك شرينكج كراكس، ودي بتظهر على سطح الخرسانة ما بتمتدش لعمق كبير. طيب ايه سببها؟ دلوقتي بدأ يحصل تفاعل ما بين الأسمنت والمية، بدأت تتولد حرارة عالية، المية بدأت تتبخر والمية بدأت تستهلك، يبتدي يحصل الانكماش للخرسانة اللي عندك. طيب الخرسانة كل جزء ممسوك بالجزء اللي بعده، وبالتالي هيكون عندك قوة شد عالية جدا بتسبب الكراكس اللي انت شايفها دي. طب عشان نتجنب أو نقلل حدوث الـ shrinkage cracks أو الـ plastic shrinkage crack، أهم حاجة بالنسبة لي لازم أهتم بإن سطح الخرسانة يفضل رطب، معدل الـ evaporation للمية لازم أقلله بقدر الإمكان من خلال إن أنا يا إما بحط سبراي على سطح الخرسانة، ده بيبقى مكلف شوية عشان أسد جميع المسام اللي في الخرسانة فأمنع تبخر المية الداخلية، أو إن أنا أعمل عملية الكيورنج أو المعالجة باستخدام إن أنا أرش المية على سطح الخرسانة أو استخدام الخيش المبلل، وفي بعض الأحيان بنحط كمية من الرمل فوق سطح الخرسانة بتبقى قليلة عشان تكون محتفظة بمية المعالجة. أو إن أنا أبرد الخرسانة قبل الاستخدام من خلال إن أنا أحط فيها تلج أو أحط فيها مية ساقعة.